عندك فيها؟ يعني هاي المكتبة اللي صار لها نقول مكتبة الزبير الأهلية، معلم من المعالم الشاخصة في مدينة الزبير. أسسها الزبيريون النجادة عام 1920 التأسيس. وعلينا أن نتصور يعني ناس أقرب إلى البداوة في ذلك الزمن أسسوا مكتبة، والمكتبة تحوي عيون التراث وعيون الأدب. حتى الصحف المصرية القديمة كانت تصل في العشرينات والثلاثينات إلى هذا المكان. أيضا زارها الكثير من رؤساء الجمهوريات، الملوك زاروا مكتبة الزبير الأهلية. هذه البناية أسست عام 1938. كنت من رواتها؟ أنا كنت من رواتها منذ طفولتي، والجيل اللي قبلي أيضا درسوا من يعني قبل حتى قبل 100 عام. هي الآن يمر عليها 100 وسنتين يعني. نعم. كان بها كنوز الكتب. ماكو أديب في مصر أو في بلاد الشام إذا لم يرسل، أو في الخليج العربي إذا لم يرسل إصداراته. المجلات جميعها كانت تصل إلى مكتبة الزبير الأهلية. الذي حصل، ماذا حصل في عام 1900 ويمكن بعد 80، جاء الأستاذان أحمد فياض المفرجي والأستاذ عبد الجبار عباس رحمهم الله، فبتكليف من وزارة الثقافة سحبوا جميع الوثائق المهمة، يعني كتب بخط الملوك والوزراء آنذاك ورؤساء الجمهوريات، كل الوثائق والكتب النادرة سحبت إلى المكتبة الوطنية في بغداد، وكانت بإشراف الأستاذ الراحل عبد الحميد العلوشي. بقت مكتبة الزبير مستمرة، جميع رواد الذين درسوا ودخلوا مرحلة الشيخوخة كان هنا، حتى جناح خاص للأطفال. يعني تصور جناح خاص للأطفال، وكانت هنا هيئة إدارية كاملة مكونة من خيرة أبناء الزبير، يعني الشخصيات الأصلية في مدينة الزبير اللي أسسوا المكتبة. أيضا كان هنا ترتبط ببناية أخرى اسمها مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، كان يقعدون بها الكبار السن المتقدمين اللي هم العقول الحكيمة في مدينة الزبير بحل المشاكل الاجتماعية وكذا. لكن هذه المدينة، هذا المكان قصدي مكتبة الزبير الأهلية، أعظم شاخص في الزبير. شنو يميزها حاليا؟ يميزها عمارتها الكلاسيكية، وكان خلف هذا الجدار، خلف البر هسه بالباب حتى مكتوب الناس اللي الناس مكتوب على الحجر. نعم. هسه ربما نشوفها. نعم. الناس اللي بنوها كان رجل اسمه هشام الحلبي، بنى هذه عام 1938. من الطين لو طابوق؟ لا، من الطابوق. نعم. هي من الطابوق بس يعني شيلمان. شيلمان. السقوف شيلمان. وإحنا عندنا فكرة معروفة بالعراق أنه الشيلمان الحديد دخل إلى العمارة العراقية 1903 قبل كل شيلمان. نعم. كل شيلمان. فهي بنيت من الشيلمان، بس بناية فاخرة أجيال درست فيها، يجون هنا يدرسون. وكان هناك عبارات: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وكانت في هذا المكان، في هذا المكان الصحف كانت تأتي منه. أنا منه تعلمت حتى أنشر بداياتي الأدبية الأولى في الشعر والقصة من هذا المكان، بديت في حياتي. فهذه المكتبة لها أثر كبير على نفوسنا وترتبط. وفي يوم من الأيام ألقيت كلمة، كانوا يحتفلون بمناسبة يمكن 75 عاما على تأسيسها. حقيقة نزلت دموعي، ما قدرت أصبر نهائيا، ما قدرت، لأنه هي الرحم اللي جمعنا، والمهد مهد الأم اللي جمعتنا في الزبير. وأنا أكثر خوفي عليها أن لا تتحول إلى مول أو تتهدم، لأنه مع شديد الأسف لا يوجد اهتمام بآثار الزبير، وجاي أشوفها تنقرض شيئا فشيئا، بوابات قديمة، جدران، آثار، سقوف جاي تروح حقيقة. و أقصى مناي، أقصى ما أتمناه أن تبقى هذه البناية على مر السنين نلجأ إلى كما يلجأ الأبناء الصغار إلى أمهم. لا جديد في المكتبة، العالم الآن تغيرت الأحوال. قبل كان
اللبناني يطبع والمصري يكتب والعراقي يقرأ. اليوم التواصل الاجتماعي اللي موجود قلل من القراء، قل ما تجد لك أحد يمسك لك كتاب ويقرأ، يجول قليل طلب أو كذا يطلبون عدم تقارير أو شيء من القبيل هاي أو إنشاء، فيجي للمكتبة أو يجي يدرس بيت ضيق أو شيء من القبيل. أما القراء فأصبحوا جدا قليلين إلا كبار السن. الكتب اللي جاي تجيكم أو الموجودة سابقا؟ الكتب موجودة كلها موجودة، قسم التاريخ عندنا، قسم الجغرافيا عندنا، الفلسفة عندنا، تفاسير عندنا، كتب في الفقه، كتب في السياسة، كتب لغة إنجليزية، ترجمات القرآن، يعني أعداد هائلة من الكتب. فقدت مصادر؟ ما حصل؟ لا ما فقد، هي تأسيس جديد بعد السقوطية صارت الأستاذ علي. نعم. يعني قبل السقوطية كانت يعني تحوي على مخطوطات قيمة. هي بأي سنة تأسست؟ تأسست سنة 1920. نعم. 1920. كانت في دكان صغير في وسط سوق الزبير، أحد الوراق تبرع في محل إله، تبرع يسمعون به المثقفين. من بعد ايش قد انتقلتوا لهذا المكان؟ وراء 1937 بناء. 37 هذا المكان اللي اي نعم يعني مكان نفسه يجدد؟ لا نفسه ما تغير بعد البناء؟ اي نعم بعد بناءه وبعد ترتيبه وديكور، حتى ولو شيء قريب بسيط تغير به لانه شبابيك ما شبابيك، لكن صممت على نفس التصميم الاولي. شنو جاي تعانون مثلا؟ والمعاناة المورد ماكو استاذ. نعم. اي المورد ما فيها مورد، يعني استاذ علي اليوم الجمعية فيها جمعية عريقة، بناية عريقة، بناية تحفة كما قال، زين تشد هذه تدل على ثقافة، ثقافة بلد، ثقافة شعب، ثقافة قضاء، يعني ماكو اهتمام بها. أي سنة ماكو. أفضل الشخصيات اللي زارتها هذه المكتبة؟ سابقا الملك فيصل زار ملك العراق، زارها أمين عام الأمم المتحدة، أمين عام الدول العربية، جامعة الدول العربية زارها. نعم زاروها كثير من العلماء في الخليج وفي العراق. أمراء خليجيين زارها؟ نعم. أمراء خليجيين؟ لا أمراء ما أجوا. نعم ما أجوا، بس أجوا يعني من بعدين ارتقى لمنصب وزير. نعم. يعني في الكويت أو في السعودية. الشخصيات العراقية؟ الشخصيات العراقية المحافظ، كل محافظ يجي للبصرة. نعم. لمن يجي معلم ثقافي يعتبر هذا الزبير. حاليا في زيارات لكم؟ الآن لا ما في. قطعت؟ لا قطعت، ما في زيارات. من بعد السقوط وجاي ما شفت جاتك جان هنا، غير احنا كنا نعمل أنشطة وهم يقدمون دعاوي، فيرسل أحد موظفينا، يجي قريب من الدكاترة الجامعة البصرة قسم الآداب كانوا يمرون علينا سابقا. انتم حاليا جاي تدعمون نفسكم دعم ذاتي او عبر الانجيو؟ لا ما تدعم. نعم. لا ما تدعم الانجيو، مجرد دائره تسجل منظمتك فيها وهذا، وليس الا يعني ما تدعم هي. عندنا هناك كم محل تابعات للجمعيه، قسم يعطون ايجار وقسم ما يعطون، وصراع معهم من خلال القانون والمحاكم. لا يزال لها رواتب؟ رواد قليل. قليل. يعني موقف سابقا كان يعني هذه القاعة يعني حتى اضطرنا نداين ونعملها على الجام والتبريد ونوفر الماء ونوفر الشاي، لكن بدأت العالم تنقطع بسبب هذا التواصل الاجتماعي. بنفس الوقت تطالبون الجهات الحكومية أن تهتم بها؟ والله اليوم يعني اليوم استاذ يعرف يعتبر شنو معلم ثقافي وتاريخي، يعني دخل اليوم 100 سنة عمرها، ومن يدخل المبنى أو المبنى يعتبر تراثي، من التراث
لكن أسمعت لو نادي تحيا ما في أحد يسمى هذه القضايا. يعني أنت محترق ذاتيا ومثلك ومثالك اللي يحبون القضايا هاي من تشرح له ينعصر قلبه على هذا الشيء، لكن هذا الموجود يا سارة علي.